المهجنات الأصايل. بالتوفيق لكل الشعارات التي أتت في مشاركات هذا اليوم على أرضية هذا الميدان الذكي، ميدان المرموم تحفة ميادين السباق. فأهلا وسهلا بجميع المشاركين وكذلك المتابعين عبر قناة دبي ريسنج الثالثة، حيث تنقل لحضراتكم وقائع سباق صباح هذا اليوم. بينما نحن نسير إلى بداية تحدي هذا الشوط، المركز الأول شاهين يتقدم في هذه اللحظات، تعود ملكيته لسعيد بن سالم التفيج الاكتبي على الصدارة وعلى المقدمة. بينما المركز الثاني وصل العملاق بن خريطان، وصل يقدم محمد بن ملهوف الاجتبي يحتل المركز الثاني. بينما المركز الثالث من الجانب الآخر يتسلل في هذه اللحظات هو الشامي حمد بن سعيد بن مهير برحمه الدرمكي، وصل خذ المركز الأول، لا نغير ناموسي وتوجهات هذا الشوط. أما المركز الرابع شوف التقدم من خلال تواجد مناور محمد بن خادم بن حمد المنصوري. يا مرحبا يا أبو محمد، هذه من خلال هذه اللحظات، من خلال هذا التواجد محمد بن خادم المنصوري، أبو خادم زميلنا السابق في مجال الإذاعة والإعلام. يا مرحبا يا أبو خادم. شوف المركز الخامس، ناخذ المركز الخامس ونشوف شعار المسافري على ظهر مزاح علي بن عبد الله المسافري، مشاهدين الاعزاء في المركز الخامس. بينما المركز السادس في هذه اللحظات يصل مغادر سعود بن محمد بن معضد بن هويدن الكتبي يحتل المركز السادس في هذه الاثناء. بينما نحن نسير الى المركز السابع ويتقدم مجد في المركز السابع مبارك بن حماد بن سالم الاكتبي. أما المركز الثامن هناك وصولا مشاهدين الأعزاء من قبل مياس عمران بن راشد المدحاني الاكتبي في المركز الثامن. المركز التاسع التسلل القادم وين يا أبو حياب؟ شوف المركز التاسع من الجانب الآخر، شعار بن دغاش يحتل المركز التاسع. بينما المركز العاشر سراب سعيد بن حمد بن دري الفلاحي في المركز العاشر. هكذا هي النتيجة مسار هذا الشوط مشاهدين الأعزاء للعشرة الأسماء المنطلقة، حيث نحن نسير وتسير معنا كل أمور وأحوال هذا الشوط، معلنين التنافس والتحدي في ميادين السباق. العودة إلى البداية والعودة إلى المسار الأول الصحيح في المركز الأول في ناموسي هذا الشوط. عودة إلى التوقع الجميل من قبل الشامي، هناك في المركز الأول حمد بن سعيد بن مهير الدرمكي، هو الآن على قمة ومشوار وتنافس هذا الشوط في المركز الأول. سلام يا للعين سلام. بينما المركز الثاني هناك شاهين تعود ملكيته لسالم أو سعيد بن سالم الفيج الاكتبي يحتل المركز الثاني. انتقل إلى المركز الثالث مع مغادر ياتي في المركز الثالث، سعود بن محمد بن معضد بن هويدن الاكتبي في المركز الثالث في هذه اللحظات. هذه ثلاثيه جميله، ثلاثيه مميزه في اشواط هذا الصباح. المركز الرابع عندك يا بن خادم، هذا هو محمد بن خادم المنصوري يقدم مشاهدينا الاعزاء لنا مناور، حيث يتقدم مناور بمناوراته العملاقه وادائه الجميل والمميز. يا سلام. أما المركز الخامس وصل العملاق، يتقدم العملاق، هذا يعني الشنب لقب شنب يأتي في المركز الخامس محمد بن حمد بن ملهوف الاكتبي. يا سلام. شوف يعني أسامي هذا والله خطيرة أسامي الملهوف. بينما المركز السادس أشوف اللي وصل الآن شاهين للدكتور سعيد بن سالم الشيخ، والمركز السابع شعار بن نافع الشدي يقدم للساح حمد بن نافع الشدي، واصل كذلك مع نقطة في سباق الأمس وتحدي جميل. بينما المركز الثامن وصل الآن ملبي عبد العزيز بن سعود بن راشد الشامسي في المركز الثامن في هذه اللحظات. بينما المركز التاسع أيضا هناك سلود محمد بن حامد بن حم بن حبروت المركز التاسع، والمركز العاشر يتدخل
الان حامل رقم 11 شاهين لسالم بن علي بن محمد النيادي يحتل المركز العاشر. بينما مشاهدينا الاعزاء هناك ياتي بوتم ونبارك له ونهنيه على فوز المتحد بشوط من اشواط الختام في ميدان الشحانيه حيث حقق شوط الزمول المفتوح. تهانينا لك على هذا الفوز والتشريف ومشاركة كذلك لإخواننا في دولة قطر في هذا المهرجان الكبير. والرمز المميز أكيد أهداء لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة. مشكور يا بوثم على هذا الإنجاز الكبير في يوم الختام بالأمس. عودة إلى البداية مشاهدين الأعزاء، عودة إلى الملهوف. الله يا العملاق يا العملاق، شوف شلولة شنب العملاق، لكن مناور 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 الآن. الله محمد بن خادم المنصوري المنصوري، يا سلام يا سلام يا أبو يا أبو خادم، انتزع المركز الأول، يبغي التحية والسلام يا أبو حياب إلى أهالي الوثبة. الوثبة الله يا للوثبة، الله يا للوثبة. 1200 على خط النهاية. المركز الثاني وصل الدكتور سعيد بن سالم الشيخ، واصل مع وجود شاهين، بينما العملاق في المركز الثالث. يلا يا الشنب محمد بن حمد يا الملهوف يا الكتبي، شوف الشنب الشنب يا اللقب يا اللقب يا الشنب. لكن والله هناك انت عندك في الرياضه، الرياضه هذه مال الكوره برايك، لكن هني في تنتيف للشنبات يا العملاق. المركز الثالث، المركز الثالث سعيد بن سالم تبيج الكتبي. المركز الرابع هذا اللي وصل اسم جديد الباز محمد بن سيف بن عفصان الخيلي، واصل خذ المركز الثالث. مشاهدينا الاعزاء المركز الخامس هناك حمد بن نافع الشدي في المركز الخامس، والمركز السادس حمدان بن خليفه الرومي النعيمي النعيمي. مشاهدينا الاعزاء واصل واصل مع وجود شاهين في هذا الموقع وهذا الاداء الجميل. عوده الى البدايه، عوده الى صداره هذا السوق. الله شوفوا 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 مناور مناور مناور. شكرا يا الزميل، شكرا يا زميل محمد بن خادم المنصوري، شكرا يا ابو خادم. هذا هو امامكم مناور، مناور في المركز الاول يحاول، مناور يناور بالفعل، مناوراته كبيره مناوراته خطيره، لكن استطاع ان يحقق الفوز والانتصار في مستوى هذا الشوط. يا سلام سلام للوثبه، سلام سلام للوثبه، بدون اي تعليمات بدون اي تعليمات. هذا اللي امامكم مناور، مناور بالفعل، كانت مناوراته جاده، انتزع المركز الاول وفي النهاية غادر غادر إلى منصة التتويج أكيد سلالة مناور. الأخ مرية يا أبو خادم، أسعد الله صباحك. ناموس الوثبة، ناموس لا للوثبة ناموس. هذا هو مشاهد الأعزاء مناور محمد بن خادم المنصوري تانين والناموس. المركز الثاني يصل الباز محمد بن سيف بن عفصان الخيلي، المركز الثالث حمد بن نافع الشدي، والمركز الرابع حمدان بن خليفة النعيمي، والمركز الخامس هذا ما شفت رقمه يا علي. عموما على كل حال مشاهدينا الاعزاء العملاق ما وصلنا حتى في المركز العاشر. عموما على كل حال نحن نسير مع مسار هذا الشوط ونسلم على اهل الوثبه، وقرار بلا شك من خلال وجود مناور على المركز الاول اداء جميل مميز وتوقيت كذلك بلا شك مميز. 9 دقائق 18 ثانية وثمان اجزاء من الثانية. تهانينا للزميل محمد بن خادم المنصوري على فوز مناور بالمركز الاول وتحقيق الانتصار، وسلام لها للوثبة سلام. اما المركز الثاني كان مشاهدينا الاعزاء من خلال الوصول الباز 9 دقائق 22 ثانية ثلاثة اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالكة على هذا الفوز محمد بن سيف بن عفصان الخيلي، تهانينا على الفوز والانتصار. أما المركز الثالث مشاهدين الأعزاء كان شعار بن نافع 9 دقائق 23 ثانية خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للسيد حمد بن نافع الشدي على فوز المركز الثالث هناك مع لساع خذ المركز الثالث.